إلى البصرة والزميل ستار المنصوري ليحدثنا عن آخر المستجدات هناك. أهلا بك ستار، تفضل ستار، ما الجديد لديك؟ نعم، مساء الخير. مرة أخرى نهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات. بالتأكيد هذا اليوم في مدينة البصرة يعني يعتبر أول أيام العيد بالنسبة لمقلدي المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ومع رفع حظر التجوال الكامل والإبقاء على الحظر الجزئي دبت حركة الشوارع في يعني في مدينة البصرة والمناطق، وهناك تزاور ما بين العوائل، لكن الجوامع الرئيسة بقيت مغلقة، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. لكن ربما الحدث الأبرز في محافظة البصرة هو ما جرى من اشتباكات داخل مبنى القصور الرئاسية أو الحكومية بين القوات الأمنية و يعني جهات من يعني من فصائل مسلحة، بسبب محاولة القوات الأمنية اعتقال أحد القياديين المتورطين ما يسمى بفرقة الموت، يعني بقتل المتظاهرين والناشطين. بالتأكيد يعني كما تعلمون أنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قام بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات هذا الحدث، وتم على أثرها إقالة قائد عمليات البصرة أكرم صبيح مدنف وتكليف اللواء علي الماجدي، في حين أكد محافظ البصرة سعد العيداني بأنه تدخل بشكل شخصي ومباشر باعتباره هو رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة البصرة بهذا الموضوع لاحتوائه دون أن يتوسع وبالتالي يتطور بشكل أكثر. هذا أبرز ما لدي في محافظة البصرة، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار. نعم ستار.